أخبار اليوم. فنان أحمد بدير بقول الله في الفنانة مريم فخر الدين. كلمة وداع. أستاذ أحمد، شايف الفنانين العظماء زي مريم فخر الدين تاريخهم ما يخليش الناس تتواجد؟ لغاية النهاردة أحسن غير إنسان وإنجي في التقليد ولا أي من هذه الحيزة أمور العظيمة. التقيت بيها في عمل؟ في إيه؟ في مسلسل وأعتقد على المستوى الإنساني. لا، التقليدات كبيرة على المستوى الإنساني، إنسانة طيبة جدا، بسيطة، مقالبة.